مسؤول النادي الأهلي بيدرسوا في الفترة الأخيرة ضم محترف لتدعيم صفوف فريق كرة اليد، ده طبعا أثناء المشاركة ببطولة أفريقيا اللي بتقام في تونس في الفترة الحالية. مسؤول النادي الأهلي كانوا تواصلوا مع نادي الكويت الكويتي لضم اللاعبين الظهير الأيمن أنخل هرنانديز والظهير الأيسر فرانكس مارزو للمشاركة مع الفريق في بطولة أفريقيا للأندية، بس المفاوضات كانت قد توقفت. لكن مسؤول الأهلي خلال الساعات الأخيرة لسه بيحاولوا ضم لاعب محترف، والأقرب أنه هيكون في مركز الظهير الأيمن، وده طبعا لتدعيم صفوف الفريق خلال بطولة أفريقيا.